السلام. اليوم ان شاء الله راح نسوي وياكم اول مهمة من مهام الاسبوع الثالث اللي هي شوفها مع بعض. استعد 1500 من الصحف في الوضع الكلاسيكي وعليها 125 اربي. راح نسويها بكل سهولة وخلكم مع الفيديو. طبعا انا خذيت العلاج والحين بحاول اقط نفسي عشان دمي ينقص. تقدرون تسوونها بروحكم بكل سهولة، ونحاول نكرر العملية لأن أنا ما عندي الشراب. أكرر العملية وأرجع لكم. ومثل ما تشوفون الحين دمي نقص، ونحاول نستعيد الصحة. وبعدها نروح ندور على شراب أو شيء نشربه عشان يعتبر من زيادة الصحة. ومثل ما تشوفون خليت البوت ينقص دمي، والحين نعالج مرة ثانية. ونحاول نركب بالدراجة هذه ونقط نفسنا ونعالج مرة ثانية. نعالج مرة ثانية ونكرر العملية كذا مرة. بس السرعة اللي صارت 100 صعب، حاولوا السرعة هذه اللي تحت على اللي سهلة خلونها 100، يعني 60 40. ونكرر العملية. ومثل ما تشوفون الحين نشوف كم صارت من 1500، يعني كانت صفر والحين نشوف كم. نضغط على متابعة، تضغطون على هذا السهم. استعد صحتك، صارت 192 على 1500. وتكررون العملية بكذا مباراة، وراح ان شاء الله تسوون هذه المهمة. وبالنهاية احب اتمنى تحطون لايك، تشتركون بالقناة. مع السلامة.